حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنه قال حسان فعددنا ما دون منيحه العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطه الاذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمس عشره خصله